وحيد حامد في الحقيقه من ابدع المؤلفين اللي انا كنت بمثل سنه الاخوان باللقطه اللي عملها وحيد حامد في فيلم عادل امام اللي هو الجردل والكنكه وشيرين لما لقوا الفلوس وراحوا للفندق وكانوا جعانين وغلبانين وجابوا الاكل لا جابوا الاكل كله حطوه وقعدوا علشان ياكلوا كانوا هيموتوا. اخوان عملوا كده دي نفس المنظر اللي عمله وحيد حامد في الحقيقه في الفيلم اللي هو بتاع الجردل والكنكه. المشهد يا دكتور مشهد بديع. ده منطبق فعلا على الحقيقه. مشهد بديع ولذلك النهارده في الحقيقه ده كان يقين. ولذلك النهارده احنا كان لنا هذا الموقف سجلناه للتاريخ وصالح هذا البلد وقدمت وقمت برفع دعاوى كانت مهمه جدا والشعب كان بينضم للدعاوى اللي حضرتك بترفعها ويتجهوا لمجلس الدوله كان مجلس الدوله قدامه اعتصامات على ناس بتقف طوابير عشان تنضم وتمضي على دعاوى الدكتور جابر. صحيح.